صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأحوال الجوية المتوقعة اليوم في المملكة، يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تنشط السحب الرعدية الماطرة بغزارة فوق جبال جنوب غرب المملكة، مرتفعات أبها وعسير وجازان تمتد شرقا إلى بعض مناطق نجران. أيضا خلال ساعات نهار هذا اليوم وساعات العصر ربما تمتد بعض الزخات المطرية شرقا لتصل إلى مناطق جنوبية من محافظة الرياض والإحساء ولاحقا إلى مناطق الربع الخالي وصولا إلى دولة الإمارات. خلال ساعة الليلة القادمة ليلة الجمعة على السبت يتوقع أن تنشط السحب الرعدية على المناطق المطلة على الخليج العربي في الدمام والجبيل بمشيئة الله تعالى إثر تأثر تلك المناطق بحالة من عدم الاستقرار الجوي. بعض الأتربة المثارة متوقعة في مناطق المدينة المنورة وحائل، وبعض الأمطار متوقعة في أقصى شمال غرب المملكة في ساعات الليلة القادمة. أما اليوم في العاصمة الرياض درجة حرارة 26 درجة مئوية، أجواء غائمة جزئية، هناك فرصة لبعض الزخات من الأمطار سيما كلما اتجهنا جنوبا في العاصمة الرياض. كذلك الملموس تكون 26 درجة مئوية، رطوبة 36% وسرعة الرياح معتدلة عموما 19 كيلومتر بالساعة. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى اليوم الصغرى الليلة القادمة والأحوال الجوية المتوقعة. نبدأها في المناطق الشمالية للمملكة، في سكاكة 19 إلى 11، تبوك 21 إلى 9، وفي عرار 18 إلى 10 مع هبوب رياح نشطة في منطقة تبوك. انتقالا إلى المناطق الغربية للمملكة، مكة المكرمة 31 إلى 20، جدة 30 إلى 18، 29 إلى 15 في المدينة المنورة مع رياح نشطة بعض الأتربة المثارة هناك، وفي الطائف 22 إلى 13 درجة مئوية وأجواء مستقرة. تسود حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي في مرتفعات جنوب غرب المملكة، في أبها 20 إلى 15 مع هطول أمطار رعدية، جازان كذلك الأمر من 30 إلى 27، الباحة 18 إلى 14، هناك فرصة لأن تجري الأودية وتتشكل السيول في تلك المناطق نتيجة هذه الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى. ختاما في المنطقة الإحساء 28 إلى 18، المناطق الشرقية الدمام 28 إلى 19، حفر الباطن 26 إلى 15، والمناطق المطلة على الخليج العربي مثل الدمام يتوقع أن تتعرض لأمطار رعدية كفرصة خلال ساعات الليلة القادمة مشيئة الله تعالى. ونختم هذه النشرة الجوية من المناطق الوسطى، في العاصمة الرياض 26 إلى 18، في منطقة القصيم 28 إلى 13 وظهور لبعض السحب، وفي حائل 23 لكنها ليلة باردة تصل إلى 8 درجات مئوية مع ظهور بعض الغيوم المختلفة. قبل الختام على التوصيات الهامة بشأن الانتباه بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في مناطق جنوب غرب المملكة بسبب فرص الأمطار العالية لنهار هذا اليوم. أتمنى لكم نهار مبارك أينما كنتم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.